السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم سنتحدث عن التطبيقات التي تثبت على الهاتف للبحث عن الذهب، وهنا قد وضعت هذا العنوان في يوتيوب، تطبيقات للبحث عن الذهب، ووجدت العديد من الإخوة يقومون بشرح تطبيقات وإلى ما ذلك من تطبيقات مختلفة، ويدعون أنها يمكن أن تكشف عن الذهب والمعادن. أولا أود أن أقول أن الجهاز الهاتف وصنع خصيصا من أجل يعني التواصل والمكالمات، وكذلك تم إدخال مع الوقت شبكات التواصل الاجتماعي ويعني الإنترنت، لكن الجهاز ليس مخصصا خصيصا لأجل الذهب. فأجهزة المخصصة للذهب أجهزة خاصة وذات جودة عالية ولها يعني متطلبات خاصة، ليست كمتطلبات التي بالهاتف. ولا يمكن تحويل أجهزة تعمل من أجل الاتصال إلى أجهزة لتنقيب عن الذهب. فهذا الجهاز مخصص فقط للاتصال، ودون ذلك لا يمكن. ونشاهد أن الإخوة يقومون بالترويج لهذه التطبيقات من أجل تحقيق يعني نسب عالية من المشاهدة، وبالفعل فقد تمكن العديد منهم إلى أن يصل بهذه لنقل إنها كذبة إلى أرقام قياسية من المشاهدة. وأنا أدعو الإخوة هنا أنه لشيء مهم، وهو قبل تثبيت أي برنامج حاول إذا شاهدت الفيديو حاول أن تقرأ على الأقل التعليقات، فالعديد من الإخوة يسبقونك لذلك وهم يجربون بالفعل هذه التطبيقات ويضعون ردودهم وارتساماتهم حول ذلك. فالعديد منهم ستشاهد أنه يقول أن برنامج لا يعمل أو برنامج خارج الخدمة، فهذه برامج لا يمكن تحقيق أي شيء منها. وهنا أدعو للاستبيان قبل التجريب وقبل تحميل برامج لا قيمة لها وتطبيقات لا قيمة لها على هاتفك وربما قد تضر بالهاتف. في الأخير أود أن أشكركم على تفاعلكم مع قناة، وأدعوكم للاشتراك ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.